أهلا بك إلى وجبات من كرافت، أفكار تجعل طعمك كل يوم ألذ. فطيرة سجق الدجاج مع جبنة كرافت هي وصفة ستعشقها عائلتك. لنبدأ بقطع البطاطا مع قشرتها، ثم نضعها في وعاء من الماء المغلي ونسلقها حتى تصبح طرية. بعد تصفية البطاطا، ذوبي بعض الزبدة في مقلاة وزيدي عليها سجق الدجاج واطبخيها لمدة 8 إلى 10 دقائق. بعدها أزيلي السجق وقطعيها قبل أن تضعيها من جديد في المقلاة مع البصل والثوم. اتركيها على النار لمدة دقيقتين أو ثلاثة قبل أن تضيفي الكركم والبابريكا. اقلي المزيج لبضع دقائق حتى تعبق رائحته، ثم أضيفي مرق الخضار عليه وبعض البقدونس المفروم أو المريمية. طيبي المزيج على ذوقك. اخلطي الطحين والماء حتى تحصلي على معجون وأضيفيه على المقلاة وحركيه حتى يغلي ويسمك. أزيلي جبنة كرافت شيدر من علبتها وبروشيها. أضيفي كوباً منها على المقلاة مع بعض من جبنة البارميزان. اخلطي المزيج واحرصي على تذويب الجبنة جيداً. ثم ضعي المزيج في طبق مقاوم لحرارة الفرن وابسطي على وجهه شرائح البطاطا قبل أن تتبليه وترشيه بجوز الطيب والبابريكا. انثري بعضاً من جبنة كرافت شيدر على الوجه مع القليل من جوز الطيب والبابريكا. ضعي الطبق في فرن مسخن على حرارة 190 درجة واخبزيه لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون. فطيرة سجق الدجاج مع جبنة كرافت وغيرها الكثير من الوصفات متوفرة على موقعنا mealswithcraft.com. استمتعي بها.